مرحبا جار. هلا كيفك جار؟ هلا جار. كيف صحتك؟ تمام كيف حبيبي؟ ولو يا جار، ولو امبارح تطلع على تلفزيون جماعتكم بتحكي عن مشاكل البناية اللي عنا وبتسميني بالاسم، انه انا من تحت راسي عم تنقطع المي بالبناية يا جار. ولو شو بالبناية، بالحي كله عم تنقطع. صراحة يا جار، انه انت عندك 7 اولاد وانت ومرتك 2 9. اذا كل واحد بده يتحمم مره بالنهار، 6 بروح ما بيعديكم. ما تكون زعلت مني جار؟ ايه ما جار الجار. لا بالعكس بالعكس، بينه وبينك انا بس عرفت انه انت سميتني بالاسم على تلفزيون جماعتكم، طلعت انا على تلفزيون جماعتنا تاني يوم دغري وسميتك بالاسم وقلت لهم حرام. عجبت حرام كل يوم هذا الزلم يضرب مرت ولد، كل يوم بيرقع ابدا، المره ما بتنضرب ليه عم تستقوي عليها هيك؟ بتكون زعلت مني بس انه سميتك بالاسم انك بتضرب مرتك. ها لا جار الجار. ايه هوني جار الجار حبيبي جار. ما انا عرفت، ما انا اجت لعندي جمعيه مرتك مش سجادة. ايه قالوا لي انه اللي تشك عليك هو جارك بالوجه، مين في غيرك؟ فقمت انا تلفان تغري لمرتك وخبرتها عن علاقتك انت والسكرتيره، كيف بتروحوا على ابرص وطوبلس وسيلفي وسيلفي. ما تكون زعلت مني يا جار؟ بالعكس ما جار الجار. ما بعرف، انا بس جيت على البيت واجهتني مرتي بالحقائق وبالصور وبالتواريخ، كيف انا والسكرتيره بقبرص. عيط لك ايه وانا بصورك. قمت عصبت شوي، عصبت وقلت يا صبي هات لاعمل جمعيه اسمها جاري مثل اجري. جاري مثل اجري. ودقيت على بابك الصبح، قمت انت طلعت عم تقول لي صباح الخير، بزقت بوجهك بزقه هالقد قد من نص خلقتك. لا تكون زعلت مني انه بزقت بوجهك يا جار. مش جار للجار. حبيبي جار. ما انا عرفت بقى خبرت مرتك انه بينك وبين جوانا سكرتيرك زعبتك، قلت انا بدك تعمل ردة فعل، فهمت انا نطرتك. بس فتحت الباب انت بزقت بوجهي كيف، وبرمت بدك تروح على الاسانسور، شلت السكينة ودغري بين كتفاتك طرقتك ياك. ما تكون زعلت؟ ها لا بالعكس مش جار للجار. بعرف، ما انا اصلا كل النهار اليوم قاعد بالشغل وحاسس في شيء عم يرعاني ورا، بدي احط ايدي هيك. هلا بس انت دقيت لي عم تقول انه بتكون السكينه كرمال تقشر بطاطا على الغدا. ايه قلت بتركت الشغل، قلت بيجي بعطيك اياها السكينه، بدي اعزمك بس اسحبها يا جار. ايه حبيبي جار. حبيبي ايه. اخ سحبتها. بدنا نقشر بطاطا. بعرف جار. ايه صار لازم نعمل قعده. ايه والله صار لازم نعمل قعده عن جد. بتعرف انت لانه جار الجار. حبيبي يا جار. مسابي طلعت نتغدى والله غير مره. ليه اطلع ريح شوي عم مش مزعوج من ضهرك.